السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ معاكم زميلكم أحمد خالد الفرقة الستة. بإذن الله محاضرة النهاردة عن الإكسكريشن اللي هي الإخراج. هي طبعا احنا اتكلمنا في المحاضرة دي، كانت في محاضرة أساسية اتكلمنا فيها بالتفصيل دي، إن شاء الله تبقى محاضرة مراجعة ايه سريعة كده. لو في حاجة مثلا ما فهمناش كويس في المحاضرة دي ممكن نرجع للمحاضرة الايه الأصلية نسمعها تاني. زي ما احنا خدنا في المحاضرات اللي فاتت، خدنا ان في امتصاص اللي هو الابزوربشن، ان انا بعد ما خدت العلاج، بعد كده كان في الديستريبيوشن اتوزع ازاي، بعد كده اتكلمنا عن الميتابوليزم يعني ازاي العلاج اثر على جسمي وكلام من ده والجسم اشتغل عليه، بعد كده نتكلم على الايه الاكسكريشن. ندعو لزمايلنا بالرحمة، توفاهم الله عز وجل وهم يسعون إلى طلب العلم، فندعو الله عز وجل أن يكتبهم من الشهداء. نبدأ المحاضرة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العظيم. هنتكلم عن الاكسكريشن. الاكسكريشن اللي هو الاخراج، قال لك دي الدراجز ار اليمينيتد، يعني بيتعمل الجسم بيتخلص منها، في اما بتبقى بشكل فري يعني الدراج زي ما انا خدته من غير ما يحصل عليه تغيير، او ميتابولايز يعني بايه بيكون الجسم اشتغل عليه وغير شكله فطلع ميتابولايزد برودكت، عن طريق واحدة من الطرق الآتية. أو أول طريق هنتكلم عليه هو الرينال، عن طريق الكلية، ودوت الطريق الأساسي إزاي الكلية بتتخرج بتتخلص من العلاج. أول حاجة عن طريق الجروميلا فلتريشن. زي ما احنا عارفين إن احنا عندنا النفروم بيبقى في الأول وفيه جروميلولاي، هي اللي بتعمل زي فلترة أكنها مصفى كده بتصفي الدم. فقال لك إن هو عن طريق الجروميلا فلتريشن بصفي الدم للدرج دوت من الدم عشان ينزل في قلب البول. وقال لك المولوكيولز الجزيئات بتاع العلاج لازم يكون حجمها الجزيئي المولوكيولار سايز بتاعها أكبر من أقل من الجروميلا بولز، يعني لازم يكون حجم الدرج أقل من الإخرام بتاع الجروميلولاي عشان تعرف تعدي. وقال لك إن الجروميلا فلتريشن دوت بيتأثر بيه الجلوميرال فلتريشن ريت، يعني كل المعدل بتاع مرور الدم خلال الجلوميرولاي، اكيد كل ما يمر دم اكتر يحصل فلترة كمية اكبر، اكيد كل ما يزيد الايه الاخراج بتاع العلاج. والبلازما بروتين بايندينج بريفنت الانفلتريشن، لان لما الدراج يمسك في البلازما بروتين هيبقى حجمه كبير مش هيعرف يعدي من الاخرام بتاع الجلوميرولاي، فبالتالي دوت هيمنع الفلترة بتاعته. والدراج لايبوفيليسيتي انهانس الري ابزوربشن افتر بينج فلتر، بعد ما يكون عدى من الجلوميرولاي يعدي في قلب التيبيولز بتاع النفرونز. لو هو بيحب الليبيد، يعني اللي هي كلمه لايبوفيليسيتي يعني بيحب الليبيد، يعني هيعرف يعدي من السيمبرين بتاع الخلايا اللي بتبطن التيبيولز، فيحصل له ري ابزوربشن ويخش جوه الجسم تاني بعد ما يكون حصل له اوريدي ايه فلتره اصلا. جميل. في طريقه تانية الكليه بتتخلص بيها، عن طريق الاكتيف تيوبولار سكريشن. زي ما احنا قلنا زي ما التيبيولز بتعمل ري ابزوربشن للعلاج وتدخله جوه الجسم تاني، برضو التيبيولز دي بتعمل افراز سكريشن للدراجز عشان يحصل لها انها تنزل في قلب الايه اليورين. عن طريق السكريشن ديت بيحصل ازاي؟ عن طريق سبيسيفيك ترانسبورترز اللي هي زي نواقل كده، اللي هي زي اكنها تاكسي بيعدي الدراج يعني من بره التيبيول اللي جواها عشان يتصرف في قلب الايه اليورين. في عندنا اورجانيك انيون ترانسبورتر، يعني اللي هي النواقل اللي هي العضويه اللي بتنقل الانيونز اللي هي شحنتها سالبه، وشحنتها سالبه يعني هي ويك اسيدز زي البنسلين. وعلى العكس في عندنا ترانسبورترز بتنقل الاورجانيك كاتيونز اللي هي شحنتها موجبه، وطالما قلت شحنه موجبه يبقى افتكر الويك بيزز زي الامفيتامين. بعد كده في عندنا طرق تانية للإخراج، عن طريق السليفري جلاند. مين اللي بيخرج عن طريق السليفري جلاند؟ زي الأيودايدز، عن طريق البايل اللي هو العصارة الصفراوية اللي بيبقى زي الريفامبيسين، عن طريق السكين، عن طريق الجلد. بيخرج عن طريق الجلد ازاي؟ بيبقى عن طريق العرق بتاعنا، يعني زي الريفامبيسين برضو بيخرج بيخلي العرق لونه ريد سويت، بيخلي العرق بتاعنا لونه أحمر، لأن الريفامبيسين لونه أصلا بيبقى ايه أورنج ريد، برتقاني محمر كده، فبيما بيطلع في الإفراز أي إفراز بيطلع فيه بيخلي لهم ايه محمر. وعن طريق اللانجز، عن طريق الايه الرئه، بيقول لك ان اللانجز ديت بتطلع مين؟ الفولاتايل ليبيد سيربل دراجز، يعني عشان الدراج يطلع في اللانج لازم يكون فولاتايل يعني متطاير، ولازم يكون ليبيد سوليبل عشان يعرف يعدي من السيل ممبرين بتاع الكابيلاري ويخش جوه الحويصلات الهوائيه ويبدا ايه يطلع في الايه في النفس بتاعي. زي مين؟ زي الفولاتايل جنرال اناسيتكس اللي هي المخدرات العامه اللي هي بتبقى متطايره، وزي الايه الكحول.
بعد كده برضو من طرق الاخراج البريست ميلك، قال لك ان البريست ميلك سلايتلي اسيدك زان البلازما وهاي فات كونتنت، يعني الوسط بتاعه حمض شويه وفيه فات كتير، دوت هيخلي ان الدراج البيزك واللايبوفيليك دراجز تتحبس جواه. تتحبس جواه ليه؟ لان لما يكون الدراج بيزك يعني قاعدي والوسط حمضي هيمسكوا الاثنين في بعض ويتحبس جواه، لان احنا عارفين ان الاقطاب المتشابهه ايه الاقطاب المختلفه بتتجاذب. ولما يكون الدراج لايبوفيليك يعني بيحب الدهون، وانا اصلا محطه في قلب فات كنت هاي فات كونتنت يعني وسط مليان دهون، فبرضه دوت هيخليه يقعد في الوسط ويحبه، فكل دوت هينتج عنه ان الدراج هيبقى ترابد في قلب البريست ميلك، يعني تحبس في قلب البريست ميلك زي مين؟ زي المورفين واللاكسيتيف والتوكسيك دراجز. بعد كده بيقول لك موست دراجز اكستريتد في البريست ميلك اندر جو فيرست باس ميتابوليزم، يعني معظم الدراجز اللي هي بتعدي في الميلك بيحصل لها فيرست باس ميتابوليزم، يعني اول مكان بتتكسر فيه بيبقى في قلب الكبد بتاع الايه السكلنج بيبي، في قلب البي في قلب الايه العيل اللي بيرضع. عشان كده اللو بايو بايابيليتي يعني بينتج عنها ان كميه قليله من الدراج بتوصل للعيل في النهايه وتاثر عليه، فعشان كده هي ريرلي كوز سيمتومز. سيمتومز زي ايه؟ زي السيديشن مثلا والدايري. بيقول لك تو ديكريز الريد عشان اقلل الريسك فاكتور السايد افكت بتاع العلاج دوت، الام قال لك انها تاخد العلاج، تاخد الميديكيشن يا اما بعد الرضاعه على طول او قبل او 3 4 ساعات قبل الايه الرضاعه الثانيه، بحيث ان يكون العلاج دخل الجسم الام واتكسر قبل ما ترضع، فما ينزلش الايه للعيل في اللبن. بيقول لك دراجز كونتر اندكيتد، ايه الدراجز اللي هي المفروض ان الام تتجنبها وممنوع انها تاخدها مع الرضاعه؟ قال لك اول حاجه المضادات الحيويه زي الكلورامفينيكول والتتراسايكلين والسلفونامايدز واللاكسيتيفز اللي هي الايه اللي هي الملينات زي السنه والكسكار، لان لو خدت ملين ونزل في بطن في جسم العيل مع اللبن هيعمل له اسهال دايري. والسي ان اس دراجز الادويه اللي بتشتغل على السنتر نيرفس سيستم زي المورفين والبنزودايزيبينز والكحول، لان هم بيعملوا سيديشن لو راحوا للعيل. والجلوكوكورتيكويد زي الكورتيزون واخواته، قال لك لانها لو راحت للعيل هتقلل الفيتال جروس بتاعه. وعندنا البروموكريبتين والفيميل سكس هرمونز والنيكوتين، دول ممنوعين ليه؟ لانهم بيقللوا اللاكتيشن لو راحوا لو الام خدتهم وهي بترضع، وطبعا احنا مش عاوزين حاجه زي كده عشان ترضع كويس. بعد كده هنتكلم عن بعض المفاهيم. اول حاجه هنتكلم عليها هو الاكستراكشن ريشيو. يعني اكستراكشن ريشيو ديت الفراكشن، ديت النسبه من الدرج اللي الجسم اللي الليفر تخلص منها، يعني اشوف الكبد قدر يتخلص بقد ايه من الدرج اللي موجود في الدم. عشان نحسبها انا عاوز احسب نسبه، فانا هشوف الاماونت اكستراكتد يعني الكميه اللي الجسم اللي الليفر تخلص منها على الاماونت انترد على الكميه الكليه، فيديني النسبه اللي هو تخلص منها. عشان احسب الكميه اللي هو الليفر تخلص منها بضرب الكيو اللي هي مسؤول اللي بتتكلم عن اللي هي الهيباتيك بلاط فلو، يعني كمية الدم اللي داخلة على الليفر هضربها في تركيز الكمية اللي هو تخلص منها. عشان اجيب الكمية اللي هو التركيز اللي هو تخلص منه، يبقى هطرح التركيز اللي موجود جوه الارتري اللي هو الكميه الكليه يعني اللي داخله على ناقص التركيز اللي موجود جوه الفين اللي هو هيعدي بعد ما بعد من الليفر، فحصل على الكميه اللي هو اتخلص منها. وعلى الكميه الكليه، الكميه الكليه اللي هي هتبقى التركيز الكلي، التركيز الكلي اللي هو بيبقى بيعبر عنه بالتركيز جوه الارتري في الحجم الكلي، هيديني الايه الكميه الكليه. طبعا الكيو بتساوي الكيو فهيطيروا مع بعض، يبقى في النهايه ان انا عشان اجيب النسبه اللي الكبد تخلص منها هطرح التركيز اللي هو فرق التركيز ما بين الارتري والفين اللي هو بيمثل التركيز اللي الكبد تخلص منه على التركيز الكلي اللي كان داخل اللي هو بيتمثل التركيز اللي موجود جوه الارتري. في حاجه تانية بنتكلم عليها وهي الهيباتيك دراج كليرنس. يعني ايه الهيباتيك دراج كليرنس؟ يعني الكميه اللي كميه الدم اللي اتغسلت من الدرج، فهي الفوليوم اوف البلاد كليرد، يعني اتغسلت من الدرج عن طريق الليفر باليون التايم في الوحده. عشان نجيب الهيباتيك دراج كليرنس ديت، عندنا ان الكليرنس بتاع الليفر هيساوي الكيو في الاي، الكيو اللي هي البلاد فوليوم اللي داخل على الكبد في النسبه اللي هو اتخلص منها، فيديني كميه الدم اللي هي غسلت. طبعا الكيو هي الكيو، وزي ما احنا لسه قايلين فوق ان الاي بتساوي التركيز في الارتري ناقص التركيز في الفين على التركيز في الارتري. معلش انا شغال بسرعه شويه، هي المحاضره طويله ودي محاضره مراجعه يعني معلش. زي ما احنا شايفين في الصوره، احنا قلنا ان هو التركيز الكلي بنعبر عنه بالتركيز بتاع الارتري، لان الليفر زي اي عضو داخل له ارتري وخارج منه فين، فاللي داخل له دوت في التركيز الكلي زي ما احنا شايفين كده واحد، بعد كده خارج منه الفين من الليفر بعد ما الدم تم الليفر اشتغل عليه فخرج في الفين 2/10، وهو كان واحد، معنى كده ان الليفر تخلص من قد ايه؟ من 8/10.
بيقول لك ان الدراجز ويز هاي اي، يعني لما يكون الاي بتاعته اللي هي لسه حاسبينها اللي هي الاكستراكشن ريشيو ديت عاليه، اللي هي اكتر من 6 من 10 فما فوق، معنى كده ان الكليرنس الغسيل بيعتمد على الفلو، يعني كل ما كان البلاد فلو اللي داخل لي الكبد يزيد كل ما كان الكليرنس ايه احسن، وكل ما الكليرنس يقل كل ما الايه كل ما البلاد فيه يقل كل ما كان الغسيل اللي هو الكليرنس اقل. زي مين؟ زي البروبلم الاول، بيقول لك دراجز ويز لو اي، يعني لو ال اي اللي احنا لسه حاسبينها فوق ديت الاكسكريشن ريشيو قليله، يعني اقل من 2 من 10، معنى كده ان الغسيل بتاعي مش بيعتمد على البلاد فلو، على كميه الدم اللي داخله للكبد، لا ده بيعتمد على الانزيمات بتاع الكبد. كل ما كان شغل الانزيمات احسن كل ما كان الايه الكليرنس احسن، وهيك والعكس. زي مين؟ زي الورفارين. طب بقى الدراجز اللي هي ما بين الاثنين انترميديت ايه، يعني الايه بتاعتها الاكستراكشن ريشيو بتاعتها ما بين 2 من 10 ل 6 من 10، قال لك ان الكليرنس الغسيل في الحاله دي طالما انا في الوسط يبقى الغسيل بتاعي وسطي، بيعتمد على الاثنين، على البلاد فلو وبيعتمد على الانزيمات. زي مين؟ زي الانفيتا الاسيتامينوفين اللي هو الايه الباراسيتامول. ديت سؤال كان الدكتور حله في المحاضره، بيقول لك لما يكون اكستراكشن ريشيو اقل من 2 من 10، معنى كده ان انا الكليرنس بتاعي بيعتمد على ايه؟ طبعا زي ما احنا لسه قايلين، طالما اقل من 2 من 10 بيعتمد على الانزيمات، فالاجابه هتبقى nearly enzyme dependent. بنقول احنا لو احنا عندنا كونتينر، عندنا مثلا انبوبه حطينا فيها لتر من الفلويد وحطينا عليه 5 جرام من الدراج ودوبناهم، معنى كده ان تركيز الدراج جوه بقى 5 جرام لكل لتر. فانا لو عاوز اصفي اللتر دوت من الدراج تاني، قال لك والله لو انا هحتاج ساعه عشان اعمل تصفيه، فانا صفيت 5 جرام من الدراج، اتخلصت من 5 جرام من الدراج في الساعه، وده بتكلم ده اسمه ريت اوف اليمينيشن اللي هي معدل التخلص من الدراج. والكليرنس في الحاله دي ان انا نضفت لتر من الفلويد في الساعه، ده بيتقال عليه كليرنس اللي هو كميه الفلويد المعدل الفلويد اللي اتغسل في الايه في الساعه. فانا عشان اجيب الريت اوف اليمينيشن هضرب التركيز بتاعي اللي هو 5 في الكليرنس اللي هو 1، يجيب لي الاليمينيشن بتاعنا اللي هو 5. طب من خلال المعادله دي لو انا عاوز اجيب الكليرنس، طبعا بكل حاجه رياضه عادي، هقسم الريت اوف اليمينيشن على الكونسنتريشن يديني الايه الكليرنس. فاحنا عندنا التوتال بادي كليرنس، يعني ايه توتال بادي كليرنس؟ فوليوم اوف الفلويد كليرد فروم الدراج بيرين تايم، يعني كميه الفلويد اللي الجسم كله بكل طرقه غسلها من الدراج في الايه في اليونت تايم. يعني زي ما احنا لسه قايلين ورا الكليرنس بيساوي ريت اوف اليمينيشن على الايه على الكونسنتريشن. قال لك التوتال بادي كليرنس ممكن احسبها برضه بطريقه ثانيه غير الايكويشن دي، غير المعادله دي، ان انا اشوف الصم، مش احنا قلنا اسمه توتال بادي كليرنس يعني الغسيل بتاع الجسم كله، فانا اشوف الصم اوف الكليرنس اللي هو مجموع غسيل الاورجنز كلها الانديفيدوال اورجنز، يعني اشوف غسيل الكليه قد ايه والليفر قد ايه واللنج قد ايه وهكذا، واجمعهم كلهم مع بعض يديني غسيل الجسم كله. فعشان كده التوتال بادي كليرنس بيساوي غسيل الكليه، لان هي طبعا معظم الغسيل بيتم جواها، زائد معظم الكليرنس بيتم جواها يعني، زائد الكليرنس بتاع الاورجنز الثانيه. فكده انا هحصل على غسيل الجسم كله اللي هو الكليرنس بتاع الجسم كله. بعد كده بنتكلم على فاكتورز افكتنج الدراج كليرنس اللي هو الغسيل، يعني البلاد فلو تو الاورجن بيتناسب تناسب طردي، كل ما كان كميه الدم اللي داخل على الاورجن اكتر كل ما هيغسل اكتر، فبالتالي التناسب طردي. والاكتيفيتي بتاع الايمينيشن ميكانيزم، الجلوميرال فلتريشن، كل ما يزيد الجلوميرال فلتريشن كل ما يزيد الغسيل. التيوبولار سكريشن، كل ما يزيد التيوبولار سكريشن يعني هيزيد التخلص من الدراج. كل ما الهيباتيك مايكروزومال انزيمز، كل ما كانت الانزيمات اللي بتخلص لي من الدراج شغاله احسن كل ما كان اللي هتخلص بكميه اكتر، فالتناسب تناسب ايه طردي. والبلازما بروتين بايندنج بيتناسب معاه تناسب عكسي، زي ما قلنا كل ما يتمسك في البلازما بروتينز هيزيد حجمها، فمش عارف اعملها فلتريشن، فالتناسب تناسب ايه عكسي. ايه اهميه الكليرنس؟ لما اعرف الكليرنس، قال لك والله عن طريق الكليرنس بعرف بحسب المينتنس دوز. ايه المينتنس دوز؟ ديت الدوز الجرعه اللي انا بديها للعيان كل وقت معين، بحيث ان انا احافظ على التركيز جوه جسمه في على الايه الثيرابيوتيك افكت. ده بحسبها ازاي؟ من معلومات الكليرنس، هضرب الكليرنس في السي تي سي كونسنتريشن على الاف اللي هي البايو افيلابيلتي. بعد كده الادجستمنت اوف الدوز اكوردنج تو كرياتينين كليرنس، بحسب الجرعه على حسب الكرياتينين كليرنس. اللي هو يعني ايه كرياتينين كليرنس؟ اللي هو كميه الدم اللي بتتغسل من الكرياتينين في اليونت تايم. قال لك والله النورم، ودي بتعرفني الكيدني فانكشن، بتعرفني وظيفه الكلى. قال لك النورمال ان انا بغسل 120 مللي في الدقيقه. فقال لك الدراج الاليمينيتد عن طريق التيوبولار سكريشن زي البنسلين او الجلوميرال فلتريشن زي الجنتامايسين، اللي هو بمعنى اخر الادويه اللي بيتم التخلص منها عن طريق الكلى، لازم قبل ما اديها له اكون عارف وظيفه الكلى قد ايه. فقال لك والله لو كرياتينين كليرنس 60 مللي في الدقيقه بدل الطبيعي 120 فبقت 60، معنى كده ان وظيفه الكليه قلت للنص، فقلل جرعه الدواء اللي بيتم التخلص منه عن طريق الكليه للنص. طب لو
30 كناس 30، معنى كده ان هو النورمال 120 فبقى 30، معنى كده ان الكليرنس الغسيل قلل الربع، فلازم اقلل الجرعه بتاع الدرج بتاعي ليه الربع عشان الكفاءه بتاع الكليه قلت هي كمان للايه ليه الربع. ديت مثال الدكتور قايله، بيقول لك لو احنا بدي الدراج لواحد زي جينتامايسين وهو عنده وظيفه الكرياتينين كلانس بتاعه 30، وانا الجرعه الطبيعيه اللي بديها للشخص الطبيعي 80 مللي جرام كل 3 ساعات، وبمعلوميه ان الكرياتينين كلانس النورمال 120. طب هو الكرياتينين كلانس النورمال 120 وهو الشخص دوت الكلانس بتاعه 30، معنى كده انه قلل الربع، فلازم اقلل الدوز العاديه اللي هي عندنا 80 ديت للربع، فربع ال 80 20، فبالتالي المفروض هدي للشخص دوت 20 مللي جرام 3 مرات في اليوم، هقلل الجرعه للربع عشان كفاءه الكلى قلت للربع. هنتكلم عن حاجه تانية اللي هي البلازما هاف لايف، اللي هي عمر النصف بتاع الدراج. قال لك دوت التايم ريكوايرد باي البادي، دوت الوقت اللي انا محتاجه عشان اخلي البلازما، عشان اقلل البلازما كونسنتريشن بتاع الدراج 50%، يعني الوقت اللي انا محتاجه عشان اخلي تركيز الدراج جوه البلازما 50%. وقال لك دوت بيعتمد الهاف لايف دوت بيعتمد على الميتابوليزم والاكسكريشن، اكيد كل ما كان التكسير والاخراج بتاع الدراج احسن كل ده ما دوت هياثر على ايه عمر النصف بتاعه. وقال لك ان هو حوالي 90% من الدراج من الكمية يعني اللي هو خدها هتخلص منها بعد 4 تي هاف، يعني مثلا لو عمر النصف 4 ساعات فبعد 4 في 4 في 16، يبقى 16 ساعة هتخلص من 90% من الايه الدرج. زي ما احنا شايفين هنا تركيز الدرج هو الجسم كان 4 بعد، وعند ساعة عند 8 ساعات، عند 12 ساعة التركيز بقى 2، من 8 ل 12 4 ساعات، معنى كده ان هو خد 4 ساعات عشان يخلي ال 4 2، فهو دوت عمر النصف بتاعه، يعني هو بيحتاج 4 ساعات عشان يتخلص من نص التركيز. طب انا هستفاد ايه من عمر النصف؟ قال لك والله بحدد الدوزج انترفال، يعني انا هدي الدراج كل قد ايه؟ فقال لك ان معظم الادويه وده الاكسبتد فيها ان انا بدي الدراج كل عمر نصف، يعني لو عمر النصف بتاع الدراج دوت 6 ساعات فانا هخليه ياخد الدراج ده كل 6 ساعات. الحاجه الثانيه تيكن التايم تيك الوقت اللي انا محتاجه عشان اوصل للسيستي كونسنتريشن، وقال لك ديت بحتاج من 4 ل 5 تي هاف في الفيرست اوردر كاينيتيك، ودي هنقولها قدام. الدراج توكسيسيتي قال لك كل ما كان التي هاف بتاعتنا عاليه كل ما كان الدراج هيتراكم جواه، يعني هو التي هاف يعني عشان يوصل لعمر النصف بتاعه بياخد مثلا يوم، لا يوم ونص، لا يومين، وانا مثلا بديله الدراج كل يوم، طب ما كده معنى كده ان الدراج بياخد وقت جامد عشان يتم الجسم يتخلص منه، فده عرضه ان الدراج يتجمع جواه ويحصل منه توكسيسيتي، لان الجسم بياخد وقت على ما بيتخلص ايه منه. طب انا هستفاد ايه من التي هاف؟ قال لك والله ديت الدراجز والشورت تي هاف يعني لما يكون عمر النصف بتاعها قليل يعني الجسم بيتخلص منها بسرعه، طب هتصرف معاها ازاي؟ زي البنسلين. قال لك والله في عندنا كذا طريقه عشان احافظ عليها جوه الجسم، يا اما اديها اي في انفيوجن يعني اعلق له محلول ويتانيه شغال بشكل مستمر، او سستند ريليز بريبريشن اللي هي بتبقى عباره عن تابلت كده ما بيتكسرش كل مره واحده، كل شويه حته تتكسر منه والباقي محبوس محافظ عليه بحيث ان انا احافظ على تركيز معين جوه الجسم ثابت عشان يدي افكت، او ان انا ادي له جرعه عاليه قوي مش هو الجسم يتخلص منه بسرعه، خلاص ادي له انا جرعه عاليه قوي كل انفريكوينت دوز، يعني ايه كل وقت ايه واسع شويه، زي مثلا في حاله الاموكسيسيلين هدي له 1 جرام كل 12 ساعه، 1 جرام دي جرعه عاليه قوي كل 12 ساعه بحيث ان انا احافظ ان التنين موجود جوه جسمه بالجرعه العاليه دي ما يتخلصش منه بسرعه، فيديني مديني ايه افكت. تاني حاجه بيقول لك لو الدراج التايم اللي انا بديه اكتر من التي هاف ده هيقلل الدراج كونسنتريشن بتوين الاي دوز، يعني مثلا لو انا بديله العلاج ده هو مثلا العمر النصف بتاعه 6 ساعات وانا بديله كل 10 ساعات، معنى كده لما يجي ميعاد الجرعه الثانيه هيكون التركيز جوه جسمه قليل قوي، فده هيقلل التركيز جوه جسمه اقل من التركيز الايه اللي هو العلاجي بتاعه اللي هو الثيرابيوتيك ليفل بتاعه، فيعمل فيلير اوف التريتمنت. طيب لو انا بديه وقت اقل من التي هاف، يعني مثلا عمر النصف بتاعه 6 ساعات وانا بديه له كل 4 ساعات، معنى كده ان انا بدي له الجرعه اللي عليها الدور هيكون لسه ما وصلش لنص التركيز جوه جسمه، معنى كده ان الدراج هيتراكم جوه جسمه ويحصل منه تسمم. وبعد كده بيقول في ذا فولينج ايكويشن المعادله دي بقى ممكن احسب منها التي هاف، ان التي هاف بتساوي ثابت اللي هو 693 من 1000 على بضربها في الفوليوم اوف ديستريبيوشن اللي هو زي ما احنا قلنا قبل كده في المحاضرات اللي فاتت اللي هو حجم الانتشار بتاع الدرج على الكليرنس التوتال بادي كليرنس بتاعه، وبيقول لك ان الفي دي على السي ال هي هياها 1 على الكي اي، والكي اي دي بتمعد بتمثل الاليمينيشن ريت اللي هو معدل التخلص من الدرج، ودوت ثابت لكل اي درج. فلو شلت الفي دي على السي ال وحطيت مكانها 1 على كي اي فهضرب ال1 في 693 هتبقى هي 693 على الكي اي.
طيب ايه الفاكتورز افكتنج بتاثر على التي هاب؟ قال لك ستيت اوف الانيميشن اورجان، يعني الحاله بتاع الاعضاء اللي بتتخلص من الدرجه. قال لك لو مثلا لو انا عندي الليفر والكيدني مش شغالين كويس، اكيد التهاب هتزيد لانه هيتنيه وقت اكتر جوه جسمه. والدليفري اوف الدراج تو اليمينيتنج ايه اورجان، يعني المعدل اللي انا ايه بوصل بيه الدراج للاعضاء اللي هي بتتخلص. قال لك لو هي هاي بلازما بروتين بايندنج، يعني الدراج بيمسك في البلازما بروتين جامد، فبالتالي هيتحبس جوه جسمه اللي مش عارف يعدي مثلا للكليه عشان حجمه يبقى اكبر من حجم الاخرام، فبالتالي التهاب بتاعته هتزيد. والهاي فوليوم اوف ديستريبيوشن، كل ما يزيد الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاع الدرج يعني هيكون صعب ان انا هيكون هو موجود جوه التيشو، فصعب ان انا اوصله ليه للدم وبعد كده اوصله للاورجنز اللي هتخلص منه، فده هيخليه ياخد وقت، فبالتالي هيزود التهاب بتاعته برضو. هنتكلم بقى عن السيدي سي كونسنتريشن. ايه هي السيدي سي كونسنتريشن؟ قال لك ده بلازما كونسنتريشن، ده تركيز من الدرج عنده الريت اوف الابزوربشن، يعني معدل الدخول بتاع الدرج بيساوي الريت اوف اليمينيشن، معدل الاخراج بتاعه. بيقول لك ان في الفيرست اوردر كاينيتيك بعد تي هاف الاولانيه بوصل ل 50% من السيدي سي كونسنتريشن، بعد 2 تي هاف بوصل ل 75% من السيدي سي كونسنتريشن، يعني 75% من التركيز اللي انا عاوز اوصل له عشان يكون اللي داخل قد اللي خارج، وبعد 4 تي هاف هوصل ل 95% من السيدي ستيت اي كونسنتريشن. وفي الزيرو اوردر كاينيتيك مفيش ستيدي ستيت كونسنتريشن. طيب فاكتورز افكتنج السي سي كونسنتريشن، ايه العوامل اللي بتاثر عليها؟ قال لك الانفيوجن ريت بيتناسب تناسب طردي، كل ما انا اكون بديله بمعدل اكتر كل ما يكون التركيز اللي عمال يتراكم جوايا اكتر، فهوصل للسي سي كونسنتريشن في النهايه عاليه لان انا عمال اديله علاج كتير 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 فعمال يتحشي جوايا. الابرنت فوليوم اوف ديستريبيوشن بيتناسب تناسب عكسي، احنا لسه قايلين ان السي سي كونسنتريشن ما هي الا بلازما كونسنتريشن. طب لما يكون العلاج دوت حجم الانتشار بتاعه عالي، يعني بيتخش جوه التيشو ويسيب البلازما، معنى كده ان التركيز اللي هوصله في النهايه هيكون قليل لان هو ساب البلازما وراح للتيشو. طيب التوتال بادي كليرنس برضو بيتناسب تناسب عكسي، لان انا كل ما يكون يزيد الغسيل بتاع الدرج معنى كده ان هي الكميه بتاعته اللي هتبقى في الاخر هتبقى قليله، فالبلازما كونسنتريشن اللي انا هوصله في الاخر هيكون قليل، عشان كده التناسب تناسب عكسي. ده مثال اهو على السي سي كونسنتريشن، بنعتبر ان احنا عندنا درج كل قرص فيه 100 مللي جرام، وانا هديه له مثلا كل تي هاف على اعتبار ان التي عمر النصف بتاعه مثلا 6 ساعات، فانا اديته ال 100 مللي جرام بعد 6 ساعات بقوا اللي هي اول تي هاف بقى 50، بعد كده هديله الجرعه اللي عليها الدور 100 على 50 بقى 150، وبعد كده بعد عمر نصف الثاني هيبقى 75، بعد كده هديله الجرعه اللي عليها الدور ال 100 يبقى 175، بعد كده بعد تي هاف نصهم حوالي 95 تقريبا عشان التسهيل يعني، بعد كده هديله الجرعه اللي عليها الدور اللي هي ال 100 يبقى 190، بعد تي هاف هيوصل للنص اللي هو 95، بعد كده ان انا احط عليهم 100 يبقى 195، بعد تي هاف ال 195 هتبقى نصها نقول تقريبا 100 للتسهيل برده، بعد كده انا هديله التابلت اللي هو 100 يبقى 200، فبعد تي هاف هيبقى 100، وبعد كده اديله تابلت 100 يبقى 200، بعد تي هاف يبقى 100. لو خدت بالكو هو بيبقى انا بديله 100 وبعد تي هاف يخرج 100، انا بديله 100 وبعد تي هاف يخرج 100، يبقى اللي داخل بقى قد الايه اللي خارج، يبقى انا كده وصلت للسي ستيت كونسنتريشن. ده المثال اللي عندنا في الكتاب برضو نفس الكلام بكل سهوله، ان انا عندنا الدرج اللي بديهوله برضو مثلا كنت بادئ بحوالي 7، بعد كده وصلت لايه العمر نصف ايه العمر بعد 8 ساعات وصلت العمر النصف بتاعه اللي هو مثلا نقول مثلا 3.5 ولا 4، بعد كده اديته الجرعه اللي عليها الدور برضو 7 وصلت مثلا ايه ل 11 ولا 12، بعد كده نصهم تقريبا 5، بعد كده اديته الجرعه اللي عليها الدور اللي هي وصل مثلا ل 13، بعد 8 ساعات كمان وصل العمر النصف اللي هو حوالي مثلا ايه 7، بعد كده وصل حوالي 13.5، بعد كده عمر النص بتاعه حوالي مثلا 6.5 ولا 7 برضو، بعد كده اديته ايه الجرعه اللي عليها الدور بعد 8 ساعات كمان هوصل لحوالي مثلا ايه هقول 13.5 كده، بعد كده بقى نصهم حوالي مثلا ايه 7 الا ربع ولا حاجه، بعد كده وصل اديته الجرعه كمان بقى 14، وبعد كده بعد عمر نصف وصل لنصهم اللي هو حوالي 7، بعد كده اديته 7 بقى وصل ايه اللي هي ال 14 وهديله 7 يوصل 14. لو خدنا بالكو انا وصلت المرحله ان انا بقيت التركيز يبقى 14 بعد عمره نصف، يعني بعد ينزل للنص يبقى 7، اديله 7 يبقى 14، بعد كده يوصل ل 7 اديله 7 يبقى 14، بعد كده ينزل ل 7 بقى اللي داخل 7 واللي خارج 7، لان انا هم بيبقوا 7 بحط عليهم 7 ادي كده اللي داخل 7 بقى 14، بعد عمره نصف خرج 7 بعد اللي خرج قد اللي دخل، يبقى انا كده وصلت للسي سي كونسنتريشن. والزجزاج بتاعنا ده هو بنعبر عنه ان انا بديله اي فيه يعني وفي الوريد كل 8 ساعات، بحيث ان انا كل 8 ساعات كل 8 ساعات بقى الايه اللي بديله ايه 7 مللي جرام
بعد حوالي 4 بعد قال لك ان السي سي كونسنتريشن اللي هو بعد حوالي 4 ل 5 تي هاف وصلت ان اللي داخل بقى قد الايه اللي خارج. بس طب هو زجزاج ليه؟ ماشي زجزاج كده ليه؟ لان انا بديله الجرعه واستنى 8 ساعات سايبه مع نفسه وبعد كده اديله الجرعه الجديده، فالجرعه عماله طالعه نازله فيها فلكتويشن عالي نتيجه ان انا ايه بديه له كل 8 ساعات. هنلاقي ان الطريقه الاخرى ان انا اديه له بالاي في انفيوجن، ان انا بعلقه في المحلول ويتنيه دراج داخل شغال داخل بشكل مستمر متتابع. فهلاقي ان ما اجي اعمله بالرسم البياني هلاقي ان هو هيمشي بشكل سموس احسن، نتيجه ان هو عمال داخل بشكل مستمر مش هيبقى متقطع زي الزجزاج اللي فوق ده، لان هو داخل باي في انفيوجن يعني مستمر عن طريق المحلول. هلاقي برضه ان هو عمال يزيد لغايه ما وصل لمرحله خلاص ثبت بقى اللي داخل قد اللي خارج، فبقى التركيز جواه ثابت برضه ثبت عند حوالي ايه 10. واحنا قلنا ان السي دي سي كونسنتريشن بوصلها بعد من 4 ل 5 ايه 5 تي هاف. طب ما نشوف، يعني مش احنا قلنا ان السي دي سي كونسنتريشن اللي عندها بقى اللي داخل قد اللي خارج بمعنى ان التركيز بقى ثابت جوه هي 10 هنا اهي بقى ثابت عند 10 اهي. طيب انا بعد تي هاف اتفقنا ان تي هاف هنا عمره نص هنا 8 ساعات، بعد اول 8 ساعات وصلت لايه 5 ماشي، بعد كده 8 ساعات بعد 16 ساعه وصلت اهوت كمان، بعد كده 8 ادي كده 24 ادي كده ايه تي هاف كمان، 32 تي هاف كمان، 40 تي هاف كمان، عندها بقى تقريبا انا بقيت عند ال 10. نيجي نحسب ادي كده 1 2 3 4 5، يعني عند الساعه رقم 40 بقيت انا عند تقريبا ال 10، يعني وصلت للسي سي كونسنتريشن يعني احتجت من 4 ل 5 تي هاف فعلا. وحاجه ثانيه احنا قلنا بعد اول تي هاف بوصل ل 50% من السي سي كونسنتريشن، مش احنا قلنا السي سي كونسنتريشن هنا تقريبا 10. طيب بعد اول تي هاف يعني عندي 8 ساعات انا السي سي كونسنتريشن عندي بقت كام؟ بقت 5. جميل، معنى كده ان انا وصلت لنص العشرة، يعني فعلا بعد اول تي هاف وصلت ل 50% من السي سي كونسنتريشن. طيب نبص بعد تي هاف كمان عند 16 بقيت انا عندي تقريبا 7.5، يعني فعلا وصلت ل 75% من السي سي كونسنتريشن اللي هنا 10. طب بعد تي هاف كمان ادي كده وصلت مثلا ل 8، نروح عند تي هاف رقم 32 اللي هي لو جينا نحسبها هنا هي تي هاف رقم 4، هلاقيني ان انا تقريبا عند 9 او 9 وشويه كمان، يعني وصلت تقريبا ل 95% من ال 10 اللي هي 95% من السي سي كونسنتريشن. ده مثال برضو الدكتور حلو بيقول ان الفارماكو ايه كينيتيك ستادي ليه يعني بيجربوا انت هايبرتنسيف دراج جديد ولقوا ان عمر النصف بتاعه هي الايه ال 12 ايه ساعه. طيب انا هوصل للسي سي كونسنتريشن بعد قد ايه؟ مش احنا قلنا ان انا بوصل بعد 4 ل 5 تي هاف، نقول مثلا 4 4 في 12 بيساوي كام اللي هي بتمثل التي هاف هنا يعني تساوي 48، يعني انا هوصل له بعد حوالي هوصل للسي سي كونسنتريشن بعد حوالي 48 ايه ساعه. بعد كده هنتكلم عن الايه انقار ما بين الفيرست اوردر كاينتيك والسكند اوردر والزيرو اوردر معلش كاينتيك. في عندنا الفيرست اوردر كاينتيك الديفينيشن بتاعها هي الكونستنت فراكشن اوف الدراج از اليمينيتد برين تايم، يعني الدراج اللي هي تبع الفيرست اوردر كاينتيك دي هلاقي ان نسبه ثابته من الدراج هي اللي بتتكسر في وحده الوقت مش كميه، بحيث ان الريت اوف اليمينيشن فاريبل مع البلازما كونسنتريشن، كل ما زود البلازما كونسنتريشن كل ما يزود الريت اوف اليمينيشن، يعني كل ما زود التركيز بتاع الدراج كل ما يزيد الكميه اللي هو هيتخلص منها المعدل اللي هو هيتخلص منه، فبحيث ان هو يحافظ لي على نسبه ثابته. يعني لو كنت بس بدي من الدراج معين 10 مللي 10 مللي كل مثلا ايه 6 ساعات وهو بيتخلص مثلا من 1 مللي في الساعه، فانا اديته 10 مللي بعد اول ساعه هيبقوا 9. طب لو انا اديته ايه بيتخلص مثلا من ايه من معلش من 10% كل ايه كل ساعه، فانا اديته 10 مللي جرام، ال 10% بتوعهم بعد الساعه اللي هو كام؟ 1، يعني هيتخلص لي من 1، يعني بعد ساعه هيبقوا 9. طب انا خليت ال 10 دول 100 من نفس الدرج وهو بيتخلص من 10، لازم هيتخلص من نسبه ثابته اللي هي ال 10%، بدل ما كان بيتخلص في الاول من 1 في الساعه هيتخلص هنا من 10 في الساعه اللي هي بتمثل 10% من ال 100، على عكس الزيرو اوردر كاينتيك بتخلص من كونستانت اماونت كميه ثابته من الدرج از اليمينيتد في يونت تايم. يعني مثلا لو اعتبرنا ان انا اديته من درج معين 10 مللي وهو بيتخلص من 1 مللي في الساعه، فبعد ساعة هلاقيهم 9. طب اديته من نفس الدرج دوت 100 مللي، بعد ساعة هلاقيهم كام؟ هلاقيهم 99، لأنه برضه خلال الساعة هيتخلص من نفس الواحد. طب ده ليه؟ قال لك لأن هو يكون الريت اوف اليمينيشن بتاعه ومعدل التخلص بتاعه ثابت ما بيتغيرش، مهما زود البلازما كونسنتريشن الريت اوف اليمينيشن معدل التخلص بتاعه ما بيزيدش.
طيب التي اف عمر النصف، قال لك والله عمر النصف هنا ثابت، كل ما زود الدوز كل ما زود الجرعه هو بيزود معدل الاخراج بتاعه بحيث ان هو يحافظ على التي اف ثابت. بمعنى ان انا مثلا لو اديته من الدراج دوت التي اف بتاعته 5 ساعات، يعني عمر النصف بتاعه 5 ساعات، واديته منه 10، بعد 5 ساعات هيلاقيهم بقوا 5. طب لو انا اديته اللي هو خلص من 50% في الخمس ساعات، طب لو انا اديته من نفس الدرج دوت 100 مللي جرام برضه هيقوم يزود هو معدل التخلص بتاعه بحيث ان بعد اول 5 ساعات يتخلص من نفس النسبه اللي هي 50% فيبقوا 50، ال100 يبقوا 50، يبقى في عمر النصف بتاعه ثابت. على عكس الزيرو اوردر كاينتك عمر النصف بتاعه مش ثابت. ازاي؟ قال لك لو انا اديته مثلا 10 مللي من الدراج وهو بيتخلص كل ساعه من 1 ايه مللي، فانا بعد 5 ساعات هلاقيهم بقوا 5 مللي، يعني عمر النصف هنا 5 ساعات. طب نفس الدراج اديت منه 100 مللي وهو بيتخلص برده من نفس الكميه في الوقت في نفس الوقت، يعني 1 مللي كل ساعه، فقال لك ان هو هياخد 50 ساعه على ما يتخلص من الدراج. ففي المره الاولانيه كان عمر النصف 5 ساعات، هنا بقى 50 ساعه، فبالتالي ان هو عمر النصف بيتغير مع تغير الدوز. طيب الكليرنس بتاعه قال لك والله كونستانت مع زياده الدوز، يعني لان انا مش انا صحيح زودت الجرعه بس الكليرنس بتاعي تاني ثابت، لان انا قصاد زياده الجرعه دي انا بزود الريت اوف اليمينيشن. على عكس الزيرو اوردر كاينتك قال لك ان كل ما انا ازود الجرعه كل ما يكون الكليرنس بتاعي هيقل، لان انا عمال اديله كميه اكتر وهو بيتخلص من نفس الكميه، ما بيغيرش الكميه اللي هو بيتخلص معدل بتتخلص بتاعه، فبالتالي هيتني يتراكم جواه والكليرنس بتاعه ايه يقل. برضه عشان نفهمها اكتر نرجع تاني للمعادله بتاع اللي حسب كنا بنحسب منها الايه الكليرنس. مش هنقول ان الكليرنس بيساوي الريت اوف اليمينيشن على الكونسنتريشن، ما هي الكونسنتريشن دي بتمثل لي الدوز، كل ما انا ازود الدوز والريت اوف اليمينيشن ما بيزيدش في الزيرو اوردر كاينتيك هلاقي ان المقام بيزيد والبص زي ما هو، فبالتالي النتيجه النهائيه هتكون صغيره عماله بتقل. طب على عكس في حاله الفيرست اوردر كاينتيك كل ما ازود التركيز كل ما بيزيد قصاد الريت اوف اليمينيشن بنفس النسبه، فعلى طول النسبه هتنيها واحده، فبالتالي الكليرنس هيتني ايه ثابت. جميل. بعد كده نتكلم على السي سي كونسنتريشن. قال لك والله السي سي كونسنتريشن في حاله الفيرست اوردر كاينتيك بوصل لها بعد مع تكرار الجرعه اللي عندها، بيبقى عندنا الريت اوف ابزوربشن معدل الدخول بيساوي معدل الخروج اللي هو ريت اوف اليمينيشن. على عكس في الزيرو اوردر كاينتيك انا عمري ما بوصل للسي سي كونسنتريشن، لان قال لك مع تكرار الجرعه نتيجه ان انا ما بعرفش ازود قصادها الريت اوف اليمينيشن، فعمال يتراكم جوايا درج اكتر لان هو ما بيزودش معدل الاخراج بتاعه، فمره واحده الاقي حصل اوفر شوتنج يعني زياده مفاجئه في البلازما كونسنتريشن بتاع الدراج. وانا عملت لكم مثال هنا ان انا عندنا لو انا عندي دراج بدي منه 10 مللي جرام كل ساعه وهو بيتخلص من 1 مللي في الساعه، فانا هديله 10 مللي بعد ساعه يبقوا 9، ويروح بديله 10 مللي التانيين بيبقوا 19، بعد ساعه يبقوا 18، ادي 10 مللي كمان يبقوا 28، بعد ساعه يبقوا 27 لان بتخلص كل ساعه من 1 مللي، لان احنا قلنا ان ايه ان كونستانت اماونت. بعد كده بعد ادي 10 كمان يبقى 37، بعد ساعه يبقوا ايه 36، ادي 10 كمان يبقوا 46، بعد ساعه يبقوا 45، ادي 10 كمان يبقوا 55، بعد ساعه يبقوا 54 وهكذا. لو انتوا لاحظتوا ان انا 9 18 27 36، يعني كل ما انا اديله جرعه زياده اكرر الجرعه كل ما التركيز عمال يزيد جوه جسمه وعمال يحصل له اوفر شوتنج من غير ما يقل وما بوصلش للسي سي كونسنتريشن، لان هو ما بيزودش الريت اوف اليمينيشن بتاعه. نكمل. قال لك ان احنا عندنا الفيرست اوردر كاينتيك اما اجي ارسمه رسم بياني هلاقيه لينير. يعني ايه لينير؟ يعني خطي يعني منتظم، لان انا عندي تي هاف ثابته، كنت بادئ ب 800 بعد ساعه بقوا 400 بعد ساعه بقوا 200 بعد ساعه بقوا 100، يعني كل ساعه بتخلص من 50% بشكل ثابت، فتلاقي ان هو خطي يعني ايه منتظم. على عكس هنا قال لك والله ان انا كنت في الزيرو اوردر بيبقى لان لينير، يعني مش خطي يعني مش منتظم، كانوا 100 بعد ساعه بقوا ايه 90 تقريبا، بعد ساعه كنت متوقع ان هو هتخلص من نفس الكميه هيبقى مثلا 80، لا لقيت ان هو مثلا ايه ثابت تقريبا عند 90، ولا بقى مثلا ايه ولا بقى ال 9 ايه ولا 88 تقريبا، يعني انا ايه ما بتخلصش من نفس الكميه، وبعد كده لقيته انه زاد، وبعد كده زاد اكتر، بعد كده قل الكميه اللي بتخلص منها، فلاقيه مش ثابت، لان هو عاده في الزيرو اوردر كاينتيك بيعتمد على الانزيمات، والانزيمات في حاجه اسمها تشبع، فلو الانزيم اتشبع مش هيعرف يشتغل تاني، فبالتالي الاقي الايه فجاه بعد ما الانزيم اتشبع بعد ما كان بيتخلص من كميه معينه هو اتشبع فمش عارف يتخلص تاني، فلاقي ان ايه الشغل بتاعه قل، بعد كده الشغل بتاعه يزيد فجاه، الاقي يقل.
فالمهم ان هي لان لينير معناها من الاخر ان الزيرو اوردر كاينتك لان لينير، يعني الرسم بتاعي بتاعها غير منتظم، لان انا مش بتخلص من كميه، مش شرط ان انا اتخلص من نفس الكميه في نفس الايه الوقت على طول، على عكس الايه الفيرست اوردر كاينتك. بعد كده التوكسيستي بقول لك ان انا لو غيرت الدوز الجسم تورابول، يعني هيستحمل. مع ليه كلمه السر في الفيرست والزيرو اوردر كاينتك في اي حاجه انت مثلا ما تبقاش فاهمها او مش واخدين بالكم منها، على طول تفتكروا ان انا في الفيرست اوردر بعرف ازود الريت اوف اليمينيشن مع زياده التركيز، يعني بزود فرصه الجسم او قدره الجسم انه يتخلص من كميه كبيره، على عكس الزيرو اوردر كاينتك دوت ما بيحصلش فيه. فلاقي ان في الزيرو اوردر كاينتك لو انا غيرت الدوز بتاعتي حتى تغيير بسيط هيحصل اكيوميليشن اللي هو تراكم للدراج جوه جسمي، يحصل منه توكسيستي. ومش بس كده، قال لك كمان كل ما ازود اغير الجرعه بتاع الدراج في الزيرو اوردر هلاقي ان الميتابولايت ان هو الحاجات اللي النواتج ان الجسم بيحصل عليها في الاخر بعد ما يكون اشتغل على الدراج هلاقيها اتغيرت هي كمان. طيب بالنسبه للدوز بالنسبه للجرعه، قال لك والله في حاله الفيرست اوردر مش محتاج ان انا اعمل مونيتورنج للبلازما كونسنتريشن ولا ان انا اظبط الجرعه، لان زي ما قلنا لو انا زودت الجرعه بالغلط الجسم هيزود الريت اوف اليمينيشن بتاعه ويحافظ لي على ايه التركيز جوه جسمي زي ما هو. انما في حاله الزيرو اوردر كاينتك لازم اعمل مونيتورنج كويس، لازم اتابع كويس البلازما كونسنتريشن، ولازم اظبط الدوز بتاعتي كويس، لان زي ما احنا قلنا ان انا لو انا ما خدتش بالي من الجرعه وزادت فجاه هيحصل من هيتتراكم جوه جسمه، لانه مش هيعرف يزود تكسير الجسم للجرعه ديت والتخلص منها. قال لك الفيرس اوردر كاينتك هي معظم الادويه، انك الزيرو اوردر كاينتك مثال عليها الميسا الايثانول، وقال لك ان اصلا معظم الدراج انسحبت من السوق اللي هي بتشتغل بالزيرو اوردر ليه سيفتي كونسيرن، لان طبعا زي ما احنا شايفين الامان بتاعها مش كويس خالص، اقل تغيير اقل لعبه في الدوز ممكن يؤدي لتوكسيستي وتسمم. ديت سؤالين برضو الدكتور كان حلهم، كونسيرنينج بالنسبه للفيرست اوردر كاينتك ايه اللي في الجمل ديت مش صحيح عشان وقت، بس هتبقى الغلط فيهم ان البلازما تي هاف اتشينج. احنا قلنا ان في الفيرست اوردر كاينتك ان تي هاف بتاعتنا ان ما بتتغيرش، لان انا كل ما ازود الدوز كل ما ازود الريت اوف اليمينيشن فلاقي ان الايه البلازما كونسنتريشن بتاعنا معدل التخلص بتاعنا ثابت، فبالتالي التي هاف ثابته ما بتتغيرش. قال لك في الزيرو اوردر كاينتك ويتش اوف ذا فولوينج ايزن كاريت، بالنسبه للزيرو اوردر ايه بقى اللي غلط عشان وقت برضو، ان الغلط بتاعنا ان السيستميك كليرنس بتاعنا از كونستانت ويز فاريبل دوز. لا طبعا السيستميك كليرنس احنا قلنا ان هو مش ثابت، لان انا كل ما ازود الجرعه كل ما الكليرنس بيقل، لان هو الريت اوف اليمينيشن ايه ما بيزيدش. بعد كده في عندنا حاجه اسمها ساتوريشن كاينتك زي الفينيتوين والاسبرين والسيوفيلين. ديت يعني ايه ساتوريشن كاينتك؟ قال لك والله يعني لو اديتها في سمول دوز بجرعه قليله هتشتغل زيها زي الفيرست اوردر كاينتك، زي بنفس الخصائص اللي احنا اتكلمنا عليها ورا. طب لو اديت منها جرعه عاليه من نفس الدرج دي، قال لك والله الميكانيزم بتاع الاليمينيشن الطرق اللي الجسم بيتخلص منها هيحصل لها ساتوريشن، يعني هتتملي ومش عارف يتخلص من كميه زياده، فبالتالي وصلنا لكلمه السر بتاعتنا ان هو مش هيعرف يزود الريت اوف اليمينيشن، بالتالي هيتحول انه يشتغل عن طريق الزيرو اوردر كاينتك. فعشان كده قال لك ان المودس تشينج في الدوز او الباي افيريتي، يعني لو انا غيرت طريقه اخدان العلاج او غيرت الجرعه بتاعتي نتيجه ان هي ممكن يحصل لها ساتوريشن زي ما احنا لسه قايلين، وتشتغل عن طريق الزيرو اوردر كاينتك فيحصل انكسبكتد توكسيستي، يحصل تسمم غير متوقع، وكمان يحصل الدرج دوت ممكن يعمل انتر اكشن يعني يتفاعل مع دراج تاني. ودي التمثيل بياني للزيرو اوردر للساتوريشن كاينتك، ان مش احنا قلنا ان هي في الاول كل ما ازود الدوز ازود الدوز بتشتغل عن طريق زي اكنها فيرست اوردر، وفجاه لما يحصل ساتوريشن للاليمينيشن ميكانيزم بتشتغل عن طريق اكنها زيرو اوردر. فانا هنا لو انتوا خدتوا بالكم عمال ازود الدوز ازود الدوز وعندي سي سي كونسنتريشن ايه بتبقى موجوده، كل ما اغير الدوز كل ما يكون عندي سي سي كونسنتريشن ثابته لغايه ما وصلت عند نقطه معينه حصل فيها ساتوريشن فيشتغل زيه زي زيرو اوردر. زي ما انتوا خدتوا اهو مره واحده كان ماشي كده كده كده، لا لقيت الدوز عليت مره واحده حصل اوفر شوتنج، يعني حصل زي ما احنا بنقول انكسبكتد توكسيستي، لان اللي انا بقيتش عارف اتخلص من ازود الكميه اللي انا بتخلص منها عشان حصل ساتوريشن. دوت ما بين الرسم البياني ما بين الكونسنتريشن والتايم هو هو زي الرسم البياني ده بالظبط او ده، بس الفكره ان هو هنا خد الايه اللوج، خد اللوج اللي زي ما احنا كنا بنعمله على الاله كده بتاع الكونسنتريشن، فده الرسم البياني ايه شكله اختلف شويه. المهم طيب ده الرسم البياني ما بين الدوز والتيهاف، مش احنا قلنا ان في الفيرست اوردر كل ما ازود الدوز التيهاف ثابته لان بزود الريت اوف اليمينيشن قصادها،
فلاقيني ماشي 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 اتجاه ثابت ثابت ثابت، كل ما زود الدوز فجأة لما حصل ساتوريشن زودت الدوز، التهاب بدات تزيد لان احنا نتيجه ان حصل ساتوريشن. برضو هنا الكليرنس، احنا قلنا ان الكليرنس بتاعنا في الفيرست اوردر ثابت، فانا عمال ازود الدوز الكليرنس ثابت 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 لغايه ما جيت عند نقطه حصل فيها ساتوريشن، فهيشتغل زيه زي زيرو اوردر، كل ما ازود الدوز كل ما الكليرنس عمال يقل، انا ازود الدوز الكليرنس عمال يقل، عشان برضو كلمه السر هي هياها ان انا ما بقتش عارف ازود الريت اوف اليمينيشن نتيجه ان حصل ساتوريشن للطرق اللي انا كنت بخلص منها من الدرجه. بعد كده عندنا ايه شويه مفاهيم عاوزين نعرفهم كده بسرعه. عندنا في حاجه اسمها ايه السيرابيوتيك دوز. ايه السيرابيوتيك دوز دي؟ ديت الافريج ادلت دوز اللي انا محتاجها عشان اوصل للسيرابيوتيك افكت، يعني ديت الدوز معدل الجرعه اللي انا محتاجها عشان الدرج يدي الافكت بتاعه. الماكسيمال توليريتد دوز لارجست دوز كان بي تيكن سيفلي، يعني دي اعلى جرعه ممكن ياخدها من غير ما تعمله تسمم وتعمله مشاكل. اللودنج دوز قال لك ديت الدوز ريكوير، ديت الجرعه اللي انا محتاجها عشان ازود البلازما كونسنتريشن للثيرابيوتيك ايه ليفل، يعني دي الجرعه اللي انا محتاجها عشان اوصل للبلازما كونسنتريشن للتركيز اللي هو هيبدا الدرج بتاعي الدواء اللي انا مديه يبدا يعالج المرض، او الدوز اللي انا محتاجها عشان اوصل للايه سي سي كونسنتريشن. مش احنا قلنا ان انا بتنيني اخد بجرعه معينه كل وقت معين لغايه ما بعد 4 ل 5 تي هاف اوصل للسي سي كونسنتريشن، عندها اللي داخل بقد اللي خارج، وبقى كده اما اوصل للسي سي كونسنتريشن بقيت انا كده وصلت للتركيز اللي انا محتاجه عشان ادي ايه افكت. فقال لك ان انا ممكن ادي ليدنج دوز جرعه متحمله شويه، جرعه عاليه شويه في الاول عشان اوصل بسرعه للسي سي كونسنتريشن ديت اللي عندها اللي داخل ابقى قد اللي خارج، فابدا فاوصل بسرعه للايه للثيرابيوتيك افكت بتاع الدرج. عشان احسب اللودنج دوز اللي هي الجرعه اللي انا محتاجها عشان احمل الجسم، هضرب الفوليوم اوف السوليوشن في السي سي كونسنتريشن على البايو افيلابيلتي. جميل. طب ليه ضربت هنا في الفوليوم اوف ديستريبيوشن؟ لان انا عاوز ادي جرعه متحمله، جرعه مشبعه، جرعه تشبع الجسم، فانا بضرب هنا في الفوليوم اوف ديستريبيوشن اللي هو حجم الانتشار بتاع الدرج عشان اوصل للجرعه اللي انا محتاجها عشان عشان ان انا اعوض الانتشار دوت، املى الانتشار بتاعه ده. بعد كده المينتنس دوز ديت الدوز ريكوير تو مينتين البلازما كونسنتريشن ات ثيرابيوتيك ليفل اتند باي الانيشال دوز، يعني ديت الجرعه اللي انا محتاجها مش انا اديته مثلا لودنج دوز معينه، جرعه متحمله معينه، وبعد الجرعه اللودنج دي قلت له بقى خلاص هتمشي بعد كده مثلا على جرعه معينه كل وقت معين، فهي دي بنسميها المينتنس دوز، ديت الدوز اللي انا بديها له كل وقت معين بحيث ان انا حافظ على البلازما كونسنتريشن التركيز جوه البلازما عند ليفل معين، هو دوت الثيرابيوتيك ليفل، هو دوت الليفل اللي هيبدا يحصل عنده الايه الثيرابيوتيك افكت اللي هو التاثير العلاجي بتاع الدرج، او الدوز برضو اللي انا محتاجها عشان ايه احافظ على السي سي كونسنتريشن تكون ثابته بحيث ان هو يتنيه على طول عند الايه الثيرابيوتيك افكت اللي انا ايه محتاجه. عشان نجيب المينتنس دوز يعني الجرعه اللي انا محتاجها، نفس لو خدتوا بالكم هي نفس القانون اللي فوق، برضو بضرب في السي سي كونسنتريشن على باي افيلابيلتي، بس بدل الفوليوم ديستريبيوشن عشان احسب مينتنس دوز هضرب بقى في الايه التوتال بادي كليرنس. طب اشمعنى هنا ضربت في الفوليوم ديستريبيوشن وضربت هنا في التوتال بادي كليرنس؟ لان انا هنا عاوز احسب المينتنس دوز، يعني الجرعه اللي انا هديها له بحيث ان انا احافظ على التركيز جواه. طب ما انا ايه اللي بيأثر على التركيز جواه؟ يعني الكليرنس الاخراج بتاعه، فانا هضرب في الكليرنس عشان اشوف الاخراج بتاعه قد ايه، فاقوم انا معوضه بمينتنس الدوز قصاد الاخراج ده بحيث ان انا احافظ على التركيز جواه ثابت. كل ما هو يعمل اخراج لكميه معينه او ما انا معوضه بمينتنس دوز معينه اديها له من بره بحيث ان انا احافظ على التركيز جواه تاني ايه ثابت. بعد كده عندنا الليسال دوز او الفيتال دوز، ليسال او فيتال هما الاثنين معناها موت بالعربي كده، فهي الدوز اللي هتخليه يموت بروديوس ديس. قال لك في عندنا حاجه اسمها ليسال دوز 50، ديت الدوز انديوس ديس في 50 فيميل اكسبيرمنتال انيمالز، يعني ديت الجرعه اللي انا لو جبت مثلا 10 فيران تجارب واديتهم جرعه كلهم نفس الجرعه 50% منهم ماتوا، يبقى هي ديت الليسال دوز، الجرعه اللي موتت 50% من فيران التجارب او من الايه الحيوانات اللي انا بعمل عليها تجربه. طب الافكتيف دوز 50 هي الدوز اللي عملت ثيرابيوتيك افكت 50 فيميل اكسبيرمنتال انيمال، يعني انا جبت برده 10 فيران تجارب واديتهم جرعه معينه ثابته من الدرج لكلهم 50% منهم خفوا، معنى كده ان هي ديت الافكت بدوز 50، ديت الجرعه اللي انا محتاجها عشان تعمل ثيرابيوتيك افكت تعالج 50% من الحيوانات الايه التجارب. بعد كده الثيرابيوتيك اندكس اللي هي تي اي، عشان نجيب الثيرابيوتيك اندكس ديت هنقسم الليسال دوز 50 يعني الجرعه اللي بتموت 50% على الافكت بدوز 50 هي الجرعه اللي بتخفف او بتعالج 50%. قال لك دوت ميجر فور الدراج سيفتي، كل ما كان الاندكس دوت عالي كل ما كان الدراج ايه سيف.
عشان نفهمها عملنا مثال ان انا عندنا زي ما احنا لسه قايلين ان انا عشان احسب التي اي اللي هي ثيرابيوتك اندكس بقسم الجرعه اللي بتموت 50% على الجرعه اللي بتعالج 50%. فلو انا الجرعه اللي بتموت 50 والجرعه اللي بتعالج 10 هقسم 50 على 10 فهل 5. طيب لو الجرعه اللي بتعالج 40 والجرعه الجرعه اللي بتموت 40 والجرعه اللي بتعالج 10 هقسم 40 على 10 فهل 4 وهكذا 30 على 10 فهل 3 20 على 10 فهل 10. لو خدتوا بالكم كل ما كان الفرق ما بين الجرعه اللي بتعالج والجرعه اللي بتموت عالي كل ما كان الاندكس عالي، كل ما كان الفرق ما بين الجرعه اللي بتعالج والجرعه اللي بتموت قليل كل ما كان الاندكس قليل. بمعنى اخر ان كل ما الاقي الاندكس بتاعي قليل معنى كده افهم ان الفرق ما بين الجرعه اللي بتموت والجرعه اللي بتعالج قليل، يعني سهل ان انا لو زودت الجرعه حاجه بسيطه اوصل من الجرعه اللي بتعالج للجرعه اللي بتموت، فبالتالي يبقى الامان بتاعه قليل. وكل ما كان الثيرابيوتك اندكس عالي معنى كده ان الفرق ما بين الجرعه اللي بتعالج والجرعه اللي بتموت زي ما احنا شايفين هنا الفرق هنا 40 غير الفرق ما كان هنا 10 بس، فبعد كده لو انا زودت معنى كده ان انا زودت الجرعه حاجه بسيطه لو انا زودت الجرعه حاجه بسيطه هيبقى امان عندي ومش سهل ان انا اوصل للجرعه اللي بتموت، فبالتالي هيبقى ايه امن. يعني كيف يبقى كده الثيرابيوتك اندكس بقى هو علامه بقى دليل للامان لدرجه الامان بتاع الدرج. بيقول لك سام دراجز هاف نارو سيفتي مارجن زي الديجوكسين والوارفرين والفينوتوين والسيوفيلين. يعني ايه نارو سيفتي مارجن؟ زي ما احنا لسه قايلين ان انا هنا ما بين الفرق ما بين ال 50 وال 10 في الدرج والدرجه 40، يعني عندنا 40 مللي جرام مثلا من من الدوز ممكن العب فيهم وما يحصلش مشكله، على عكس الدرج هنا بقى من 20 الفرق ما بين 20 ل 10 هم 10 بس، يعني يعني بقى عندي 10 بس ممكن العب فيهم يحصل توكسيستي. هي ديت اللي بنقول عليها النارو مارجن، اللي هي دي اللي بنقول عليها الايه المارجن، يعني هو الفرق ما بين الجرعه اللي بتموت والجرعه اللي ايه بتعالج قد ايه. كل ما كان الفرق قليل معنى كده ان المارجن بتاعي نارو ضيق، كل ما كان الفرق كبير معنى كده ان المارجن بتاعي واسع. فبقول لك ان الدراجز السيفتي مارجن بتاعها نارو، يعني الفرق ما بين الجرعه اللي بتموت والجرعه اللي بتعالج قليل، معنى كده زي مثلا الديجوكسين والوارفارين والفينوتوين والسيوفيلين. قال لك والله في الحاله دي لازم اخد الدراج دي تاخدها كوشسلي، يعني لازم اخدها بعنايه وبحذر، وبتحتاج مونيتورنج للبلازما كونسنتريشن بتاعتها، لازم اخدها بحذر ولازم على طول اتابع البلازما كونسنتريشن جوه التركيز بتاعها جوه البلازما عشان اقل تغيير في الجرعه ممكن يوصل من الجرعه العلاجيه لجرعه جرعه بتموت. فعشان كده بتحتاج ايه مونيتورنج وبتحتاج ايه ان انا اتابع الجرعه كويس. كده الحمد لله خلصنا، معلش انا كنت بقول بسرعه شويه لان ديت ايه محاضره ايه مراجعه. فأتمنى أكون شفتكم على قد ما أقدر، أترككم على خير وبإذن الله ألقاكم مرة أخرى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.